استاذ محمد سلاسل. هي استاذ محمد ثانيه بس بتجهي الرحله. ماشي اوكي. الصبر كويس بس معلش عشان بس مستعجل عشان عندي بلين دلوقتي. انا يا عسل. انا يا عسل. ماشي استاذ محمد مش كده؟ اكيد يا فندم. مسالتنيش عن اسمي يعني. حضرتك باين في الابلكيشن. باين ايه؟ مكتوب ايه؟ استاذه منال. 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 معلش بس عشان انا مستعجل شويه بس عشان عندي بلين زي ما قلت لحضرتك. بس مش طيارة منال وكلاينت. مش منال وفول ستوب. فول ستوب. لا منال خيطها. ايه؟ خيطها. خيطها ورفيها ايه بس الكلام ده؟ ايه الحاجات دي؟ ارفيها؟ دعابه؟ عجبتني. دعابه. هو في ايه بالظبط؟ في ان يعني حضرتك ما سالتنيش ليه خيطها؟ ده اسم نشأت فيه. لازم تعرف. حضرتك شو كنت شغاله خياطه؟ اه بس بشري. بشري؟ اه. دكتوره يعني ولا ايه؟ ما انا كنت هحكي لك بس لولا الاستظراف وحس الفكاهه. استظراف من مين لو سمحت؟ لا لا انا كده كده لا 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 بقول انا لحضرتك ايه؟ بقول انا لحضرتك ايه؟ ممكن نتكلم بس باحترام شويه؟ يا عسل. كده كده كنت هحكي لك. ممكن نتكلم باحترام عشان شويه عشان هو تاريخ مشرف بالنسبه لي. اه تاريخ مشرف. مخطوبتك قتله 3 رجاله. ايه؟ وفاتحه وش 11 دكر بالموس ومولعه كمان في واحد بصاروخ. بقول لك ايه؟ هو انت بعتك عدنان بك؟ بقول لك مولعه في واحد بصاروخ. لا 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 انا حاسس انه في مود كده غريب يعني مش عارف يعني ايه مولعه بصاروخ. هو مش حضرتك برضو تابع الابلكيشن ولا ايه بالظبط يعني؟ اه يا عيني في حاجه ولا ايه؟ لا في واضح ان هو في ايه؟ في ايه؟ الا في الفاظ سوقيه. الفاظ في مش عارف انت ماشيه بالراحه في كلام تاني. الفاظ سوقيه من مين يا دلعجي؟ منك. من يا انا؟ من مين يعني؟ انا منال النونه يتقلها كده؟ منال النونه ومش نونه ولا بيبي؟ بس يا بابا. بس ايه؟ الو ايه يا حنيتها؟ بقى كده تجيبيلي الواد قفاله بتوه وبتغرز؟ الله يا حماتي انا هجيلك انا هجيلك واجيبك من شعرك ما انت مش لاقيه اللي يربيكي ولا اللي يلمك. جرى يا مارا ما انا قلت له روح لامك خيطها. دي كانت جوازه الندامه جوازه الشوم علينا. انتوا كنتوا طولوا تناسبونا يا حوش. لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي بس بس يا حبيبي. ايه بس يا حبيبي؟ ايه يا حماتي؟ ايه يا حماتي؟ عارف انا ان هو يوم مش معدي اصلا. موافقه موافقه على مين يا اخا؟ لو سمحتي بس لو سمحتي انا مرضاش اتجوز اقل من واحد واخد تأبيده. رديت بالثلاث سنين اللي واخدهم وقلت خلاص خلصنا عشان تبقى الحكايه صون فصون. انا هجرجرك في الدهون بس قبلها هجرجرك من شعرك. والنبي وحشني. لو سمحتي لو سمحتي. مالو السجن يا اخي وحشني. الا بقى لي حبه بره. لو سمحتي لو سمحتي بس ممكن نركن على جنب. ممكن المره قفلت السكه في وشي. يكون احسن. لو سمحتي مشاكلك حليها بعيد عن الابلكيشن بجد. عشان ما اطولش عليك واقول طول. نسيت اقول لك بقى. التوصيله اللي زي دي هي اللي بتصبرني على الحياه. ليه؟ باخد لي فيها بتاع 500 ملطوش. طيب انا هديكي 1000 ملطوش وحضرتك ايه بعد اذن حضرتك نزليني هنا. هتجبي عليا ولا ايه يا رح مين؟ انت. استغفر الله العظيم يا رب. انا عارف انا عارف النهارده اصلا يومه. انت جاي التوب هنا لخص لها عمال احكي. بقول لك ايه بقول لك ايه انت شكلك شوارعيه. بقول لك واشرح لك واحكي لك. في واحده جبت بيك ما تقصد. على فكره انا هعمل دلوقتي مشكله في البرنامج عندكم في الابلكيشن وهسبب لك مشكله فبعد اذن حضرتك نزليني هنا. اوصلك ولا اعمل لك المكالمه على حسابي؟ ايه اوصلك واعمل لك المكالمه على حسابي؟ بقول لك ايه انا جديت منك. بقول لك ايه انا اللي اصلا جديت منك باسلوبك وهيئتك وانا مش عارف اسلوبي إيه. اه اسلوبي. طب حاضر. هو في ايه لو سمحت يعني هو في ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف بس. حاضر. هو في ايه؟ في ايه ده كله؟ استنى في ايه ده كله؟ احنا ايه ده كله واحنا واخدين بعض عن حب؟ هو في ايه ده كله ترى بدتي ترى كله. بقول لك ايه انت انت بس بعد اذنك انا عندي دلوقتي معاد طياره فبعد اذن حضرتك انا مش ماسكه التليفون وبعمل مكالمه. طب ممكن نمشي؟
بس يا بابا ممكن نمشي زي البني ادمين. قبلوا يا ولاد. ايه قبلوا يا ولاد؟ موبايلك نوعه حلو وغالي؟ اكيد طبعا يعني واحد زي. طب الحق خد لك بيه سيلفي. سيلفي ليه؟ في ايه؟ في ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الحاجات دي تبعك ولا ايه؟ احنا اسفين يا استاذ محمد. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. اول مره اتعرض لحاجه زي كده جميله ولا يا استاذ محمد حضرتك فرحتنا جامد. سلام. ده الصباح السكر ده. بقول لك الصباح السكر ده. الله. نعم. يعني عايز ايه؟ سوي وانت ساكته. وديني مشواري وانت ساكته. بس هو انا ساكته؟ ايوه. لا يا عينيا. عربيتي. عربيتي؟ اتكلم فيها زي ما يحلالي. تمام. ازعق، اصوصو، اهوهو، اناونو، اعمل اللي يعجبني. هو ايه اللي تعملي اللي يعجبك؟ عربيتي. ماشي. وانت مشغلاها في برنامج. قصدك الابلكيشن؟ ايوه الابلكيشن. لا دي لغه رتمات انا ما افهمهاش. ازاي يعني؟ انا بجرب كده سوق جديد. انما تسعيرتي واحده معروفه. انما ما قلتليش برضه اسمك كريم ايه؟ رأفت. رأفت؟ ايوه. لا جديد. جديد؟ النبي. ازاي يعني؟ ما سمعتوش كتير. ولا عمرك هتسمعيه. واضح. واضح؟ ما سالتنيش اسمي ايه؟ مش عايز اعرف. لا لازم تسالني. اسمك ايه؟ منال خيطها. خيطتي ايه بقى؟ لا دي عايزه حكايه. احكي لك؟ احكي لي. احكي لك. بص بقى يا سيدي، الصلاه على النبي كده وتمسك كفك في وش عدوينك. انا مخلصه على 3 رجاله. شكلك بيقول. وفتحه وش 11 دكر على نفسك. وولعت في واحد صاروخ على نفسك برضك. لا على اي حد ما يعجبنيش. شفتي نفسك في المرايه قبل ما تنزلي؟ 3 مرات وقلت الحمد لله رب العالمين على الحلاوه والقمر والطعمه اللي انا فيها. قمر ما هو باين ده. كده 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 كده. امال انت فاكر ايه؟ بروح شوفي نفسك في المرايه اجري. هي السكر. السكر ده في البيت يا حبيبتي. لا السكر في اي حته انا شاور عليها يا عينيا. ازاي يعني؟ انا اللغه ما تعجبنيش بتضايق وبزعل على نفسي. فما احبش ان اللغه ما تعجبنيش. تقي. اتقي يعني ايه؟ ايوه. تخبطي دماغك في اطحن حيطه. اسمها اطحن. اطحن ده في البن. وتتهم برضك. لا انا اللي بس اللي بطحن هنا مش انت. انتي؟ معروفه. ازاي ده؟ ايه ده؟ اسمها ازاي ده؟ مش ازاي ده؟ اتكلم معايا عادل يا سك. اتكلمي انت يا عسل عادل. لا انا بتكلم عادل يا عينيا. اثبتي يا مارا. مارا؟ ايوه مارا. مارا عشتك يا بعيد. ما تصبر. اثبتي يا مارا. ما قلنا مرارة عشتك ولا لازم مرارة عشتك بجد ولا ايه؟ شايفة شكلك؟ لا ايه عادل؟ ما انا عشان شايفة شكلي بقولك ايه. لا ايه عادل؟ انتي؟ لا ايه عادل؟ بقت عادل انتي؟ انا بجيبلك اللي يعدلك. انتي واللي يعدلني. بس عندي تليفون. قطم شد السست. التليفون يا سكر. ايه؟ تليفون ايه؟ ولا اي تليفون. تليفون يا عمر. مديش ايدك. تليفون احنا جايين من مين؟ اوعى كده. مديش ايدك. كده تجيبين الواد. افهمت عمر واحد 11 غرزه. ما في 60 داهيه. ما هو لسانه طويل يا ده. قصدي الشوم علينا ده. انا همرمطك. ده انا همسح بيه. بدل ما تشكرني يا ولية انا بقوم لك سلوكه. سلوك انت عندك منظر ولا شكل؟ سلوك مين يا بنت؟ سلوك ابنك الملمسه يا ولية. سكتي الواد اللي جنبك ده بدل ما انت مرمطك. لا 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 انا زبايني ما تسكتش الا باوامري. زباين يا اختي مين جابلك العربيه؟ معاك شكلك دي رخه باين عليها. هوديك السجن. هوديك السجن وهمرمطك. النبي وحشتني ايام. وديني يلا. اشكال زباله. برنامج زباله. المره قفلت السكه في وشي. لازم تقفل السكه في وشك. ايه اللي لازمه بقى يا سكر؟ السكر ده قلت لك في البيت. انت عمال بقى عامل بنطه. بنطه عشان تضرب على البنديره. ماشي. بنديره ايه؟ اصل انا كده كده هاخد ال 500 بلبل يعني. هاخدهم. ايه الفاظ الزباله دي؟ معلش من بعد ما عندكم يا رأفوت. بعد ما عندكم؟ مش عارف انا. مع ان شكلك يعني ليك في اللوغاريتمات مش فرفور. ما تظبط كده. لا انا مش فرفور يا طب لما فرفورة. انت مش فرفور كلامي مش عاجبك ليه؟ مش جاي على اسنانك؟ لا مش جاي على لساني. لا 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 خنقتني.
لا خنقتني والاكسجين قل في العربيه. والله افتح الازاز. لا ماليش كيف افتح الازاز كيف؟ بمزاجي ما اخدش اوردر من حد. اتقدر اتقدر لا ارداري. روحي شوفي اللي ارداري. ما حدش يعرف بقى. ما قلنا هي قصه تصدعنا. صدقك ايه بس ايه الهم الاسود ده؟ مش عارف هم هم فعلا. انا هم من اللي تشدد لك حيلا. شددي مين؟ انت واللي تشدد لي. الو هنشوف. قبلوا يا ولاد. قبلوا يا ولاد. انت والولاد. التليفون بتاعك ده بقى نوع حلو على كده. ايوه نوع حلو. طب الحق اخد لك بيه سيلفي. والله والله. ازاي يعني؟ نشوف القصة دي دلوقتي. نشوف القصص مش قصة. انزل يا حلو. اثبت يا. انزل يا حلو. واحد الله استاذ رأفت. اثبت معانا. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبين. لا اقول لهم هم. سنة وانت طيبين. وموافق نزيع. زيع. ومش زعلان من فاطمة. لا مش زعلان. خالص. اكد على المعلومة. مش زعلان. بس كده.